افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة يصحبه عدد من القيادات الأمنية والدينية مسجد العطي الوهاب بالعريش، يأتي ذلك بإطار احتفالات المحافظة بعيدها القومية، حيث أكد شوشة بناء المساجد بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، لافتا إلى أنه جرى أيضا افتتاح 13 مسجدا بمختلف مدن المحافظة بعد إحلالها وتجديدها، إضافة إلى افتتاح 6 مساجد أخرى بعد صيانتها بكل من العريش والشيخ زويد. افتتح في محافظة شمال سيناء 16 مسجد على نفس الغرار تقريبا، وكلفت السادة رؤساء المدن والمعاونين بافتتاح المساجد، غير 6 مساجد تم فيهم الإصلاح في مدينة الشيخ زويد بعد عودة أهلنا. فده بكورة الاحتفالات إن شاء الله، احنا هنستمر إن شاء الله في الاحتفالات الأسبوع القادم إن شاء الله كله، وبنختار نماذج نفتتحها من الكثير الذي تم إنجازه خلال عام في محافظة شمال سيناء.